تنحتفلوا باصدار بمرور 21 سنه على اصدار جريده العالم الامازيغي. وبهذه المناسبه شفنا ان الموضوع الوحيد اللي مهم او اللي ربما عنده اهميه كبيره هو التعليم الاولى الامازيغيه في التعليم المدرسي. ودرنا هذه المناسبه ديال انه نجمعوا ما بين الحدثين، وهو اصدار ديال الكتاب ديال الدكتوره فاطمه اجناو اللي تتهضر فيه على الامازيغيه في التعليم المدرسي، الاكراهات والمشاكل، وقدمت كذلك بعض المقترحات والتوصيات. وهذه مناسبه اننا نديروا ليه هذه القراءه وكذلك التوقيع ان شاء الله. الاستاذه ولا الدكتوره فاطمه اجناو دارت واحد التقييم ديال هاد 20 سنه ديال ادراج الامازيغيه في التعليم المدرسي، المشاكل ديال التعلم، المشاكل ديال المكونين، المشاكل ديال الاساتذه، المشاكل يعني جميع المشاكل طرقت لها في هذا الكتاب الامازيغيه، باش يكون واحد التفاعل مع الكتاب، وكذلك يكون واحد يعني بحال واحد التقرير على هاد 20 سنه على الامازيغيه في التعليم. هي 21 سنه على اصدار العالم الامازيغي، واخا شرفنا 21 سنه، ولكن هي تجربه مهمه جدا. وفاش هكا فاش الواحد يفكر فيها تيلقى بلي انا واحد مسار طويل، ولكن الحمد لله مسار جاب نتائج، لان الجريده وكبات جميع المراحل ديال الامازيغيه، سواء في الخطابات الملكيه، سواء في التاسيس ديال المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، في المؤسسات الامازيغيه نفسها، في الادارات، والنقاش اللي كان على الحرف وعلى الدستاره، ويعني كاين واحد الجريده الا تصفحتيها من العدد الاول الى الان غتلقى بلي ان هناك كمرآه لهذا النقاش هذا، كيفاش كان حاضر وكيفاش كان تيتطور وكيفاش كان يعني وصلنا لهاد النتائج ديال انه راه الامازيغيه كاينه في الدستور، الامازيغيه ولات تدخل في مؤسسات معينه، ولا كان رجع الحمد لله الاهتمام ديالها بواحد الشكل اللي هو مهم، ونتمناو انه يزيد مع هذه الحكومه هذه اللي شجعات بتوفير موارد ماليه، وان شاء الله كذلك توفير موارد بشريه. اكيد الاكراهات كانت وكاينه ومازال، لان الجريده هي جريده اولا شهريه، وما عندهاش دعم، يعني هي في الديل يعني الدعم العمومي، وكذلك المستشهرين ما كاينش، ولكن اللي مهم انه كاين يعني داك النفس الطويل ديال القائمين عليها، سواء الزوج ديالي وامته ربها اللي حاولنا ما امكن اننا يعني نناضلوا بواحد الشكل باش انها تكون الاستمراريه. وكذلك ما ننساش واحد العامل مهم، وهو العامل ديال يعني الطاقم الصحفي اللي معنا، اللي هو ديما مناضلين وهما صحفيين في الجريده، فهاد يعني هاد الهم اللي حاملينه جميع، وهذا العمل ديال هاد المجموعه هذه استطعنا اننا نستمروا وتبقى الجريده حاضره.